قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على لميا ونتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا بعد صباح الخير دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار امريكي سعر البيع فيه 19.58 والشراء 19.51. اليورو سعر البيع فيه 19.1% والشراء 18.93. جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.27 والشراء 21.18. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.95 والشراء 19.87. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.74 والشراء 2.73. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.21 والشراء 5.18. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.12 والشراء 62.85. واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع فيه 5.33 جنيه والشراء 5.31 جنيه. ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار الذهب النهارده. عيار 18 سعر السوق النهارده 953 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق 1112 جنيه للجرام، عيار 24 1271 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه النهارده 8896 جنيه. ودلوقتي نكمل باقي فقرات برنامجنا مع شاذلي. شكرا ليك يا لميا.